ومشاكل الأسنان دايما عديدة. موضوعنا لليوم عن ضرس العقل المنتمر، اضطراب بيمنع الأضراس الثلاثة من الظهور بالفم. يعني لما نقول رشة ضرس العقل، الألم والوجع اللي ممكن يصير، هذا الوجع اللي ما حدا بيتحمله يعني. تماما. يعني اليوم نحن نعرف أكثر، لأنه بيقولوا لك أنه يمكن ما في أعراض، ويمكن هون الوجع الأكبر بالضرس. يعني هون الفكرة أنه أنت في شيء بس ما بتعرفي، يعني ما في اعراض اليوم بتدلك انه انت شو المشكله الموجوده داخل الفم. هذه الحاله ما فيها اعراض داخل الفم، وممكن الحركه اللي ممكن تصير داخل الفم بتسبب اذى بالاضراس يلي حواليها، وممكن ايضا تتطور لحتى تشكل كيسه. رح نروح لنتعرف اكثر عن هذا الموضوع، انه نحن كيف قادرين نميز الحاله اللي عم نعاني منها، شو اهم العلاجات، شو أهم خلينا نقول المراقبات اللي ممكن يعملها الدكتور لاكتشاف نوع الحالة اللي عم يعاني منها المريض. وضيفنا لليوم هو الدكتور حسين عبد الكريم، اختصاصي أمراض الأسنان وجراحتها. صباح الخير دكتور. صباح الخير لكم ولكل المتابعين. أهلا وسهلا فيك دكتور. خلينا بداية عن نحكي عن ضرس العقل المنتمر، أو مثل ما بيسموه ضرس العقل المدفون. نعرف تماما، نعرف اليوم من حضرتك تعريفه بشكل طبي، وشو أسباب ظهور هذا الضرس؟ هو تسمية ضرس العقل هي تسمية شائعة أو عامية. علميا هو الريحة الثالثة يلي هي موجودة بشكل طبيعي فم أغلب الناس. هلا قسم كبير من الناس تطلع عندين مثل أي سن تاني بزوغ نظامي، وبتطلع بالفك موجودة نظامية. في قسم من الناس بتكون موجودة منطمرة، ممكن تكون نص انطمار، ممكن تكون انطمار كامل. هلا في عنا أشكال متعددة كمان لانطمار ضرس العقل، ممكن يكون أفقي، ممكن يكون انطمار عمودي، ممكن يكون انطمار مائل. في كتير عنا تداعية. طبعا هاي الشيء ما بنقدر نتحكمه إلا بالصور الشعاعية، درجة الانطمار ونوعيته بنحدد على طريق صورة شعاعية. هلا بالنسبة للأعراض كنتوا عم تحكوا شوي، ما في أعراض دكتور؟ هلا في أعراض دائما، ما في شيء إلا له أعراض بس، ولكن المريض يعني ما بيعرف من الحالة. شو هو ما بيعرف من شو أنا موجوع بس ما بعرف شو عم موجوع بس ما بعرف من شو، خصوصي إذا كان منطمر. ليش؟ لأنه مو شايف، هو شايف إنه أنا هذا نص الفك هون عم يوجعني مثلا، بس ما بعرف شو هو. ما بيعمل وزن، أحيانا بصير عنده مثلا طنين بالإذن، ممكن يكون كمان منه. إذا كان بفك العيون ممكن كمان أحيانا تحس إنه يقول لك ألم ضارب على عيني، وجع رأس، عرفت كيف؟ صداع مثلا مستمر. كل هذا ممكن يصير كأعراض هي قبل ما تكون حادة مثلا، عرفت كيف؟ هذا بشكل مستمرة. بيعمل صورة أشعة بيكتشف إنه عنده ضرس مثلا، في مثلا مثل التهاب حواليه، أو في كيس حواليه، أو ممكن يكون متصل مثلا مع القناة تبعية العصب، كمان ضغط عليه يعني يعمل هذا التوتر او هذا الالم. يعني احنا التشخيص اللي بيحدد نوع الحاله اللي عم يعاني منها المريض هي فقط صور الاشعه، صور الاشعه يعني. قولا واحدا. طيب هذا الكيس دكتور كيف بيتشكل؟ هل هو خلينا نقول انه ما لحق حاله من اول ما بلش عنده؟ دائما بيكون في عندنا كيس، نحن ضرس العقل دائما بيكون في عندنا كيس. موسط مو انه ما لحق حاله، بس احيانا ممكن مثلا انه هو بيجي باخر منطقه بالفك، فصعوبه تنظيف المنطقه او الوصول لها بالعنايه الفمويه ممكن تعمل لنا التهابات. هاي الالتهابات ممكن هي تحرض الالم تبعه بشكل اكثر. الكيس شو بيحوي؟ الكيس عندنا كثير اشكال للاكياس. ممكن كيس يكون موجود على ضرس العقل، هذا بنسميه احنا كيس بزوغي، هذا موجود من اساسه يعني مع ضرس العقل بتشكل. اذا ما واحد انتبه عليه بمراقبه شعاعيه او شيء ممكن يتطور لانه يصير كيس كبير، فهون بنضطر كمان احيانا طبعا بيختلف نوع المعالجه هون صار عندنا. طيب امتى احنا ممكن نلجا للجراحه او قلع هذا الضرس؟ شو هي الحالات اللي بتستدعي انه انا خلص لازم اتخلص من وجود هذا الضرس؟ طالما عندنا شيء اسمه منطمر المفروض انه احنا نلجا للجراحه. عرفت كيف؟ لان تحركه او انه يعمل مشاكل وارد باي لحظه، فنحن المفروض خلص طالما هو شيء منطمر. الا في حالات ممكن نتركه نحن اذا مو عامل مثلا مشاكل قريب من قناه الفك، حجمه كبير ممكن يسبب كسر للفك اثناء الجراحه، هذا طبعا بيحدده الاخصائي.
طبعا ندرس دراسه. طيب دكتور، قبل ما انت حضرتك تحدد انه اليوم هل بحاجه لجراحه او لا، او ممكن ما ياثر على الدروس اللي حواليه، هل اليوم في اجراءات متبعه من حضرتك للمريض انه يتقيد فيها قبل اجراء الجراحه؟ يعني ادويه، مميعات، ادويه التهاب؟ طبعا القصه السريري للمريض بتحدد اذا هو مثلا عنده امراض عامه، مثلا سكري، قلب، ضغط، مشاكل بالكلية، مشاكل عامة، مثلا صرع، كذا. هي كلها نحن بندرسها لأي مريض، مو بس لمريض الجراحة. بناء عليها نحن بنقرر نحن انه بده يفوت على الجراحة او لا. ممكن احيانا في حالات نضطر للجراحة تحت تقدير عام. طبعا. مثل شو؟ حالات ضراس العقل المنطمرة، او حالات سكر، ضغط الدم، القلب، مثلا مريض الصرع مثلا، ممكن اذا ما بنعرف كيف نسيطر على الهجمات تبعيته، كمان ممكن نحن شو اكثر خافي، اكثر حاله بتخافوا منها دكتور؟ هلا مو قصه خوف منا للحاله، اكثر من انه الحذر، الحذر يعني موجود نحن عندنا بكل الحالات اللي فيها امراض عامه، ولكن فرط نشاط الغده الدرقيه هو اكثر حاله ممكن تخوف. يعني اذا المريض ما خبر فيه وانعطى مخدر مع ادرينالين، احتمال يصير عنده عصبة درقية كنت تؤدي للوفاة. فهذا المريض انه نحن دائما بنحض المريض انه انت اي شيء عندك خبر طبيبك مشان ما نوقع بالتداخلات الدوائية او تصير عندنا مشاكل صحية ما نقدر نسيطر عليها بعدين. تمام. هلا اذا كنا ممكن تكون الاعراض صامته او ممكن الشخص ما ينتبه لهيدي الاعراض، ممكن كمان هيدا الضرس يظهر بعمر معين؟ ضرس العقل نحن بنعرف ممكن يظهر بين ال 18 و 25 سنه، في اشخاص ممكن تتاخر بظهور هيدا الضرس، ما بتطلع كمان. فالفكره مربوطه اليوم بالعمر ام لا ما دخل؟ هلا الموضوع ما مربوط بالعمر قولا واحدا. هلا فتره البزوغ الوسطيه ما بين 18 و 25 تمام، بس ممكن تكوني انت عندك مريض مثلا بعمر 29 سنه جاء لك والله حاسس هون مثلا في شيء عم يشق باخر التم، تطلعي انت انه ايه في عندنا بزوغ موجود لضرس العقل. وفي انا هلا طبعا هي حاله نادره، مره صارت معي مريضه بعمر 14 سنه كان عندها الاربع ضرس العقل كانت بازغه كامله. فهذا موضوع، هي هو موضوع ناخذ احنا الوسطي او النسبي وما بين 18 لل 25 سنه. طبعا بهي الفتره هذه ما في حدا ولا عنده مشاكل باسنانه، مفروض نحن كطبيب اسنان انا اول شيء بطلبه من المريض هو صوره البانوراما، بيعمل صوره وبنشوف نحن، بيكون ممكن تكون اذا كان بعمر صغير ببين معنا براعة من دراسة العقل، اذا كان مثلا بعمر بزوغ مثلا ببين معنا اذا بازغ الضرس او لسه مثلا نص بزوغ او شيء، او طريق البزوغ، او اذا مايل او منطمر او ما ممكن يطلع، بنشوف اذا عندنا مسافه بالفك له او لا. يعني اذا بده يعمل حتى من وقت اللي بيكون برعم، اذا بده يعمل عندنا مشاكل بالفك، يعمل تراكب بالاسنان او يتفش اسنان او ما في مسافه، نحن بنشيله قبل ما يطلع، حتى من هو من وقت اللي بيكون لسه برعم يعني. دكتور، في نقطة كتير شائعة يعني ونحن بنسمعها من أطباء أسنان سواء بصباحنا غير أو من زياراتنا الخاصة للعيادات، إنه في مشكلة بدرس العقل تعال نشيله، يعني إنه كأنه ولا كأنه هو وجوده أو عدم وجوده ما كتير مهم. يعني عزيزتي ضرس العقل أو الرحة الثالثة هو سن مثل أي سن تاني، يجب معاملته ومعاملة أي سن تاني. ليه دائما بيروح للاجراء القلع يعني؟ للامانه لانه اريح له، الاجراء القلع اريح له، اريح له اريح له للطبيب، لانه معالجه ضرس العقل الاغلب الاحيان ضرس العقل ما له شكل ثابت. تمام. طيب هو ليش بيطلع اذا ما له لا شكل ولا ما له شكل ثابت؟ هلا ليش بيطلع؟ هذا شغل رب العالمين. دائما انه بيقولوا لك خلص قيمي شو بدك فيه. اذا في امكانيه للمعالجه المفروض دائما انه يتعالج قولا واحدا، مثل اي سن ثاني، لان احتمال انا عليه كثير، احتمال يصير عندي اي عرض على السنه اللي قبله مثلا. طب اوكي، قلعت السنه اللي قبله، قلعت السنه عليه اللي قبله، انا ممكن استفاد منه بجسر كذا، عامله جسر. صحيح. طيب اذا بدنا نحكي عن قلع هيدا الضرس دكتور، شو هي الخطوات؟ خبرنا اكثر تفاصيل عن الموضوع، اللي هي موجعه فعلا، شو هي الاجراءات اللي لازم نتخذها ان كان قبل العمليه الجراحيه او حتى بعد؟ هلا بالنسبه لقلع ضرس العقل عندنا نحن الاجراءات قبل الجراحه طبعا بده يكون في مراقبه، اذا كان في حاله التهابيه حاده بنغطي بالصدات مثلا يومين او ثلاث ايام قبل ما نلجا ليخف الالتهاب الحاد نحن عندنا، بعدين ممكن نفكر نحن نفوت على الجراحه. هي الحاله اذا مريض مثلا بياخذ ادويه قلبيه او ادويه مميعه للدم
كمان بعد استشارة طبيب القلبي بدنا نحن كمان نوقف المميعات، بدنا نشوف استشارة تعليمات الطبيب بدنا نمشي عليها بالنسبة لنوع الصادات لنوع المميع اللي عم ياخده، كمان نتابع هذا الموضوع. طبعا كل مريض له حالة خاصة. هلا بالنسبة للجراحة، الجراحة كمان بتختلف حسب كل سن ودرجة انتماره، الانتمار الأفقي غير الانتمار اللي بيكون مائل. ممكن يكون عندنا أحيانا جسور منحنية، ممكن يكون عندنا مثلا ضرس العقل بأربع جسور أو ثلاث جسور، كل حالة ده تندرس على حالها. درجة الألم بعد الجراحة بتعتمد على الرد الجراحي اللي ممكن يصير أثناء القلع، أو ممكن نحتاج مثلا تفريغ عظم. مين بتحمل المسؤولية اليوم، دكتور هون أو طريقة القلع أو الجذور؟ عزيزتي هلا اللي بتحمل المسؤولية هو الضرس بحد ذاته أكثر الأحيان. هو اللي بيتحمل المسؤوليه، لانه بالنهايه الدكتور عنده هذه المساله بده يحلها. في ناس بتقيمه وبتقول ما حسيت بشيء، انا منهم يعني تمام. برجع باكل باللي ساعتين بقول له ما في. هلا 80% من المرضى ما بيشتكوا من شيء بعد قلع. في ناس بتاخذ السيتاكودائين ولا اكيد المسكنات كثير ضروريه بعد القلع، خصوصا لما بيكون في عندنا تداخل على العظم، نحن عم نبرد العظم من العظم او نفرغ عظم حواليه مشان لحتى نشيله. هون قولا واحدا الرد الجراحي رح يكون اكبر. دكتور اليوم دائما نحن بنقول بعض الاجراءات الوقائيه والنصائح من الطبيب المختص كفيله انه توفر رحله علاج جدا طويله. بسؤال اخير لحضرتك، مجموعه من النصائح لكل حدا عم يشوفنا ضمن موضوعنا لليوم. هلا بالنسبه لدراسه العقل المنطمره، قولا واحدا ما في وقايه هون نحن عندنا الوقايه الوحيده اللي ممكن يعملها هو انه انا صار عمري 18 او 20 سنه، مفروض اني اعمل حتى لو ما عم اشتكي شيء من اسناني، بعمل صوره للاسنان وبرجيها للدكتور انه انا شو عندي مثلا مشاكل او شو ممكن يصير عندي هون بهي الحاله. اكيد. بالختام كنت معنا الدكتور حسين الابراهيم، اختصاصي بامراض الاسنان وجراحتها. شكرا لك دكتور. خلي لي اياك. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا للاخباريه السوريه. ان شاء الله بتضل بالف خير. اهلا وسهلا دكتور حسين عبد الكريم، نورت صباحنا لليوم.